جرأوا على مصر. هذا التجرؤ في الوقت اللي زي ما انتم عارفين كلكم في يوم من الايام كان بيروح للكويت المدرس والكراسة والقلم والاستيك، ولا بتدفعش الكويت قبل ما يلاقوا البترول ايام ما كانوا صيادين لولي. كان بيروح المدرس بكل الادوات ولا ياخدش مليم من الحكومة الكويتية ويعلمهم ويرجع. شوفوا كل شيء لا اخلاقي مستحل عند البدو العرب دول، وما كنتش عارف انا ان ربنا سبحانه وتعالى قايل لنا عليه من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي وجم من البدو اهل سيدنا يوسف اللي هم بني اسرائيل، ده بدو وخلق البدو معروف الغدر والخيانة ولا يحترم إلا القوة.